السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع البوليده اللي نتعرف على واحده من اكبر المناطق الصناعيه في الجزائر، واللي تسخر هذه المنطقه الصناعيه بعده مركبات ومصانع في كثير من الميادين المتعلقه بالاقتصاد في الجزائر. واليوم فيه اجراءات جديده اخذت يعني في هذا الميدان لتسهيل المستثمرين الجدد في المنطقه الصناعيه نتاع ولايه البوليده للولوج الى المشاريع نتاعهم وتطوير البعض الاخر يريدون تطوير مشاريعهم الموجوده حاليا. اذا في هذا الاطار تم تسهيل واعطاء كل التراخيص الاستثنائيه للاستغلال والدخول في مرحله الانتاج الفعلي، وكذلك للذهاب نحو التصدير لكثير من هذه المنتجات المصنعه والمنتجه في المنطقه الصناعيه لولايه البوليده. في هذا الاطار نخليكم تتابعوا هذا الفيديو وهذا التقرير الهام جدا عن الاقتصاد والصناعة في ولاية البوليدة. أترككم تتابعون التقرير من إنتاج الإذاعة والتلفزيون الجزائري. إذن والسلام عليكم. قطب صناعي بامتياز، مؤهلة اقتصادية غنية ومتنوعة تسخر بها الولاية، تدعمها مرافقة وتسهيلات تخلق فرصا استثمارية مميزة لتتعزز اليوم برفع العراقيل والقيود على المشاريع الاستثمارية العالقة المكتملة الأشغال والمجهزة بكافة التجهيزات والمعدات. فقد تحصل المستثمرون العموميون والخواص على رخص استغلال استثنائية عينات وقفنا عليها اليوم. فهذا المصنع المختص في صناعة الصهاريج الموجهة لتخزين مواد المحروقات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. احنا بعد رفع التحفظات الخاصة بالطاقة وحصولنا على رخصة استغلال تسمح لنا تلبية احتياجات الوطنية بنسبة 50%، ووضع وعندنا مخطط للتوجه نحو التصدير. رانا نصنع هذا الانتاج في الجزائر اللي كان المنتوج يستورد من الخارج، والان رانا نصنعوه بالجزائر بيد عامله مؤهله. العاملين خذوا خبره وقادرين باش يعني ينتجوا منتوج وجوده عاليه. أكثر من 400 عامل فتحت لهم مناصب شغل دائمة في هذا المصنع الذي يصنع الأحذية بمختلف أنواعها محققا نسبة إدماج عالية. الحمد لله يا ربي، بالنسبة للرئيس الجمهورية عطانا رخص تاع الصناعة تاع الاستثمار، إن شاء الله تكون بشرة خير لينا باش نعملوا عملية تصدير البضاعة للبلدان المجاورة. سمعنا بالافتتاح وزين، جيت حطيت السي في تاعي ضرب دو جور عيطوا لي، تا شاف الخبره تاعي فاش تم من بعد نصبني. تجريب للعتاد واختبار لقدرات العمال باشرها هذا المستثمر في مجال المواد الغذائيه. رخصه استغلال استثنائيه نهائيه تفتح له افاقا لتوسيع هذا الاستثمار والتوجه للتصدير. لا الحمد لله، يعني يوم الخميس الماضي رئيس الجمهوريه اعطى تعليمات صارمه لتسهيل فتح المصانع اللي راهي واجده. فالحمد لله بعد اسبوع احنا عندنا مصنع، اسبوع يعني بالضبط كان عندنا مصنع يعني تقريبا معطل، فتم فتحه اليوم وهو يشتغل. والاسبوع القادم احنا رايحين الى السنغال في على الخطوط الجويه الجزائريه اللي دار سبيسيالمون باش نعرضوا المنتوجات تاعنا. تغطية لاحتياجات السوق الوطنية من المواد الكرتونية الموجهة للتعليب والتغليف وفق معايير مطابقة للسلامة البيئية هو ما ينتجه هذا المصنع، ليضع اليوم استراتيجية تسويقية نحو كل ولايات الوطن، ثم التصدير هو ما تتيحه الرخصة المتحصل عليها اليوم. أنا كمستثمر يساعدنا هذا القرار اللي أخذه رئيس الجمهورية، يساعدنا بزاف في زيادة الإنتاج الانتاج المنتوج الوطني، ويساعدنا ثاني باش نزيدوا في العمال. هذه العمليه مست 105 وحده صناعيه
ذات الحجم الكبير اللي من يوم 19 إلى البارحة يوم 22 قمنا بتسليم 44 رخصة استثنائية نهائية، وبذلك العملية مستمرة إن شاء الله حتى نسوي كل جميع المصانع والوحدات الإنتاجية المعنية بهذه العملية. رؤية استراتيجية تضع على رأس أولوياتها توفير مناخ استثمار ملائم تطويرا وتنويعا للاقتصاد الوطني.